السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء الشادية من أنجمينا، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية بحضور حكام الأقاليم الثلاث وادي فيرا ووداي وسيلة. دشنا في الأيام الماضية رئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير الطريق الذي يربط تشاد بالسودان، كان ذلك بحضور حاكم إقليم غربي دارفور وعدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين. تقرير عائشة أحمد دقي. امداد العلاقات السياسية وتقوية جسر التواصل بين جمهورية تشاد والسودان، والتي أثمر عنها تدشين المباني الصحية والتعليمية والبنكية ورصف الطرق في مدينة الجنينة، وذلك من قبل الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير. وقد شهدت المناسبة لقاء جماهيريا للاحتفال بإحلال السلام والتعايش السلمي في منطقة دارفور. وأثناء ذلك أشاد المتداخلون بالإنجازات التي حققها الرئيس السوداني بدارفور. من جهته حاكم إقليم غرب دارفور فضل المولى الحجر طمأن الرئيس بأنهم سينفذون جميع التعليمات الخاصة بتعزيز الصحة والتعليم والتعايش السلمي. في الكلمة التي ألقاها الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، حث أبناء غرب دارفور المشاركة في عملية نزع السلاح من المدنيين وتوطيد السلام ولعب دورهم من أجل دفع عجلة التنمية الاجتماعية، مشيدا بالعلاقات الثنائية القائمة بين تشاد والسودان، لا سيما القوات المشتركة التشادية السودانية التي ساهمت في استتباب الأمن والسلام على المناطق الحدودية بين البلدين. كما شكر الرئيس التشادي والشعب على نيتهم المخلصة ووقوفهم الدائم بجانب أشقائهم السودانيين، مضيفا بأن حضور حكام الأقاليم الثلاث محمد بشير أكرمي ومحمد دليو تنغل ورمضان إردوغو يترجم سماحة العلاقة التي يتمتع بها الشعبين. ونذكر بأن المناسبة حضرها حشد من المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم بزيارة السودانيين عبر اللافتات ومداخلات ممثليهم. نبقى في السودان، وفي إطار تعميق العلاقات السياسية والاجتماعية بين الحزبين الحاكمين في البلدين، قام الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية الإنقاذ بإقليم وداي عباس عبد الكريم بدر بزيارة إلى منطقة الجنينة وعقد لقاء عملي مع مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بمنطقة الجنينة بحضور مناضلي ومناضلات الحزبين. تقرير آدم محمد شرف الدين. تقوية ودعما للعلاقات السياسية بين الحزبين الحركة الوطنية للإنقاذ MPS وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، وفي هذا السياق وبدعوة من أعضاء حزب المؤتمر الوطني للحزب الحاكم بالسودان بمنطقة الجنين الحدودية إلى الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم وداية، وتلبية لهذه الدعوة جاءت هذه الزيارة التي قام بها وفد من حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم وداية بقيادة الأمين العام الإقليمي للحزب عباس عبد الكريم بدر إلى مدينة الجنينة لعقد لقاء مشترك بين الجانبين حول تعزيز حز التعاون لصالح البلدين والشعبين. وفي هذا اللقاء قدم الأمين العام للحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم وداية عباس عبد الكريم بدر خطابا سمن فيه التعاون المشترك التي تعزز عواصر العلاقة بين الشعبين الشقيقين. من جانبه مسؤول حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بمنطقة الجنينة إيسا بركة فقد رحب بالوفد التشادي مؤكدا متانة العلاقة بين البلدين والشعبين. هذا وقد تداخل العديد من الحاضرين بمداخلات ترمي إلى ترقية التعاون وتقدم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. هنا في العاصمة أنجمينا نظمت السفارة السودانية لدى البلاد مناسبة على شرف الأطباء التشاديين الذين تحصلوا على منح دراسية في مختلف المجالات الطبية والصحية في الجامعات السودانية. المناسبة جرت بحضور وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور محمد نظيف يوسف، وذلك بمقر إقامة السفير السوداني بحي كليمات. تقرير محمد حسن آدم. في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين تشاد والسودان، فقد نظمت السفارة السودانية لدى البلاد هذه الاحتفالية بمناسبة منح 11 منح دراسية ل 11 طبيب للتخصص في مختلف المجالات الطبية، وذلك بفضل جهود وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف عندما كان أمينا للدولة في الصحة العامة. سفير جمهورية السودان لدى البلاد في كلمته بهذه المناسبة أكد بأن الهدف من تقديم هذه المنح الدراسية هو ترقية وتطوير العلاقات بين البلدين. بابتعاث هؤلاء
الفتية والفتيات من أطباء وطبيبات تشاد إلى جمهورية السودان وطنهم الثاني في منحة دراسية للتخصص في مختلف التخصصات الطبية. ذلك أن السودان يهتم بترغية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الطبي والصحي، وبالأخص في مجال التأهيل والتكوين والتطوير وتنمية القدرات البشرية. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني من ناحيته قال أن هذه البادرة ستسهم في تعزيز قطاع الصحة في البلاد. أنا جد سعيد جيت كمدعو، لست حاليا مسؤول مباشرة عن الصحة، ولكن جيت أشارك بهذه الدعوة. أتمنى الإخوة هؤلاء 11 أن الفرصة تتكرر، حتى تعودون تجدون كليات الطب متوفرة بإذن الله، حتى تدرسون وتقودون المعرفة. خلال 4 سنوات في طريقة، آخرين يمشوا حتى تخرجون على الأقل، يعني إذا وجدنا 40 أو 30 من الأطباء المتخصصين، هذه تكون نهضة حقيقية للمعرفة في تشاد. هذا وكما عبرنا بعد من المستفيدات من هذه المنح الدراسية عن فرحتهن تجاه هذه البادرة التي تسمح لهن بمواصلة الدراسات العليا في الجامعات السودانية.